مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر متقدم، أهلا بكم في لقاء يتجدد مع موضوع جديد من موضوعات العلوم الاجتماعية. من خلال الخارطتين الظاهرتين أمامنا يمكننا استنتاج عنوان درس اليوم. اليوم سنتحدث عن أنماط الاستقرار البشري في قطر. سنركز في درس اليوم على ثلاثة أهداف، ألا وهي: نريد معرفة الأسباب وراء النمو الحضري السريع في قطر، ونريد معرفة خصائص المدن القطرية وأيضا سمات القرى في دولة قطر. من خلال قراءة خريطة توزيع المراكز العمرانية في دولة قطر الظاهرة أمامنا يتضح لنا تنوع الأنماط المعيشية في دولة قطر، حيث يوجد نمطين الاستقرار البشري: قرى ومدن. أولا هيا بنا نتعرف على أنماط الاستقرار البشري قديما. كان سكان قطر قديما يعيشون في ثلاثة أنماط معيشية: سكان حضر في المدن مثل الدوحة والخور والوكرة، وسكان ريف مزارعين في القرى مثل غيرية والجميلية وسمسمة، وبدو رحل في المناطق الرعوية، وكانوا يتركزون في منطقة غرب قطر. ولكن حدث اختلاف في نسب توزيع السكان على الأنماط العمرانية أو المراكز العمرانية، ويتضح ذلك من خلال تحليل الشكل البياني الظاهر أمامنا، حيث نجد أن نسبة سكان الحضر كانت منخفضة قبل عام 1950، وذلك قبل اكتشاف البترول وتأثيراته المادية والاقتصادية على البلاد. نجد أيضا أن نسبة سكان الحضر في قطر عام 2015 قد وصلت إلى تقريبا 100%، وذلك بسبب اتجاه السكان للعمل في الوظائف العامة والخدمات والصناعات المرتبطة بوجود المدن والمناطق الحضرية. ولكن نريد أن نتعرف على أسباب النمو الحضري السريع في الفترة من 1950 إلى 2015، لدرجة أن تقريبا جل سكان قطر يعيشون في المناطق الحضرية أو المدن. في الحقيقة ترجع أسباب النمو الحضري السريع في قطر إلى تيارات الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، وتركز معظم العمالة الوافدة في المدن. تعالوا نطرح بعض الأسئلة على التأكد من الهدف الأول. السؤال الأول يقول: عدد أنماط الاستقرار البشري في قطر. ثلاثة أنماط قديما وحاليا نمطين فقط: سكان حضر وسكان ريف. السؤال الثاني يقول: كانت نسبة سكان الحضر منخفضة قبل عام 1950 نتيجة اشتغال معظم السكان بالصيد والرعي. السؤال الثالث: ما مقترحاتك لإحداث توازن بين سكان الريف والحضر في قطر؟ المقترحات هي إنشاء نقاط جذب للسكان في القرى، وتوزيع المشروعات التنموية على القرى، وتوفير خدمات وبنية تحتية في القرى. هذه الأمور مجتمعة يمكن أن تحدث توازن في توزيع السكان بين الريف والحضر. هنا سؤال التقويم البنائي عن الهدف الأول. يقول السؤال: ما أسباب النمو الحضري السريع في قطر؟ والإجابة تم ذكرها سابقا. تعالوا نتعرف على الهدف الثاني في درس اليوم، ألا وهو خصائص المدن القطرية. ولكن قبل أن نتعرف على خصائص كل مدينة في البلاد، نريد أن نتعرف على الفرق بين المدينة والقرية. هناك اختلافات كثيرة بين بلدان العالم في التفريق بين المدينة والقرية، فهناك دول تفرق بينهما حسب عدد المباني،
وهناك من يأخذ بعدد السكان، ويوجد دول أخرى تفرق بينهما حسب نوع الأنشطة السائدة في التجمع العمراني أو المركز العمراني. ولكن الأساس الذي اعتمد عليه للتمييز بين القرية والمدينة في قطر هو الأساس الإداري، حيث يعتمد هذا التصنيف على قرار حكومي رسمي يحدد فيه المراكز العمرانية التي يمكن اعتبارها مدنا والأخرى التي تعد قرى. وهذا التصنيف أخذت به قطر منذ عام 1972. بالنظر إلى خريطة توزيع المراكز العمرانية في قطر الظاهرة أمامنا، يتضح أن هناك مدنا مثل دوحة والريان والوقرة، وهناك قرى مثل رودة راشد وسمسمة. تعالوا نتعرف على خصائص المدن القطرية. من خلال قراءة الفقرة الظاهرة أمامنا، يتضح لنا أن مدينة الدوحة تتميز بتوفر خدمات والمشروعات العمرانية الحديثة، وتعد مقر الحكم ومركز الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعد مركز إداري وتجاري ومالي للبلاد. من المدن الموجودة في قطر مدينة الريان. يتضح من خلال الفقرة المعروضة أمامنا أن مدينة الريان تتميز بوجود مؤسسات هامة مثل أكاديمية سباير والمدينة التعليمية، وتعد امتداد عمراني لمدينة الدوحة. يظهر من خلال الفقرة المعروضة أمامنا أن مدينة الخور تتميز بالشواطئ الجميلة ووجود متحف الخور الأثري. أيضا يتضح من خلال الفقرة الظاهرة أمامنا أن مدينة الوقرة تتميز بالهدوء وبالمراكز التجارية ووجود مرفأ صغير لصيد الأسماك. من خلال الفقرة المعروضة أمامنا، يتضح لنا أن مدينة رأس لفان تتميز بوجود أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال، بالإضافة إلى وجود مجمعات صناعية مثل مقر شركة قطر الغاز وشركة دولفين. أيضا يتضح من خلال الفقرة الظاهرة أمامنا أن مدينة مسعيد تتميز بوجود ميناء بحري ومنطقة صناعية، حيث تعد مدينة مسعيد المدينة الصناعية الأولى في قطر، وتم ذكر أسباب ذلك في الدروس السابقة. من خلال الفقرتين المعروضتين أمامنا، يتضح لنا أن مدينة دخان تتميز بوجود حقل البترول البري الوحيد في البلاد، وفي حين تتميز مدينة شحانية بوجود مضمار لسباق الهجن ومحمية طبيعية للمها، وتشتهر بوجود مزارع. أيضا يتضح من خلال الفقرتين المعروضتين أمامنا أن مدينة الشمال من المدن الحديثة في قطر، وأنشئت لتكون مركز إداري للكرة الساحلية في شمال البلاد، في حين أن مدينة رويس تعد من أقدم المدن القطرية وتشتهر بأبارها العذبة. من خلال أيضا الفقرتين المعروضتين أمامنا، يتضح أن مدينة المصلال محمد تشتهر بوجود برج برزان وقلعة المصلال، في حين أن مدينة الذخيرة تشتهر بصيد الأسماك ووجود محمية لنباتات القرم. أيضا من خلال الفقرات الظاهرة أمامنا، يتضح لنا أن مدينة الغويرية تتميز بخصوب تربتها، وهي عبارة عن روضة. بالمثل تتميز مدينة الجمالية حيث توجد بها أبار عذبة، في حين تتميز مدينة مباب بوجود مصنع الأسمنت الوحيد بالبلاد، وتعرفنا على أسباب وجود هذا المصنع في هذا المكان في درس الصناعة سابقا. تعالوا نطرح بعض الأسئلة عن الهدف الثاني للتأكد من مدى تحقيقه. السؤال الأول يقول: مدينة تقع جنوب الدوحة فيها مرفأ للصيد وتتميز بالهدوء وبمراكزها التجارية، هي الوقرة. السؤال الثاني: لماذا تعد مسعيد المدينة الصناعية الأولى في قطر؟ لتنوع الصناعات فيها وتركز أهم الصناعات القطرية بها، وتم ذكر هذه الأسباب سابقا في درس الصناعة. السؤال الثالث يقول: ما الفرق بين المدينة والقرية، وما رأيك في الأخذ بالتصنيف الإداري بقطر؟ القرية تتصف بوجود أنشطة أولية مثل الزراعة، الرعي، الصيد، وتتميز بقلة عدد المساكن والسكان، في حين أن المدينة تتميز بوجود أنشطة ثانوية وأنشطة قطاع ثلاثي مثل الخدمات والصناعة.
وتتصف بكثرة عدد المساكن والسكان. أما ما رأيك في لغة التصنيف الإداري؟ في الحقيقة يفيد التصنيف الإداري في توزيع الدوائر النيابية والهيئات المدنية المسؤولة عن الإشراف على مناطق الدولة، ولذلك في بعض الدول تأخذ بهذا التصنيف. هنا سؤال التقويم البناء عن الهدف الثاني، يقول السؤال: ما مميزات مدينة الدوحة؟ والإجابة تم ذكرها في ثنايا الشرح السابق. تعالوا نتعرف على الهدف الثالث في درس اليوم، ألا وهو سمات الكرة في قطر. من خلال المخطط المعرفي الظاهر أمامنا نستطيع استنتاج خصائص أبرز الكرة في دولة قطر، حيث نجد أن قرية أم قرن بها مزرعة لتربية الدواجن، وتتميز قرية القرعنة بوجود مصنع لكسرات الأحجار، وكانت تشتهر قديما بوجود مناطق للرعي، في حين تتميز قرية رودة راشد بوفرة المياه الجوفية والنباتات الطبيعية، وأخيرا تشتهر قرية سمسمة بوجود شاطئ البحر التي تطل عليه في الجهة الشرقية من البلاد. هذه أبرز القرى الموجودة في دولة قطر وخصائص وسمات كل قرية فيها. تعالوا نطرح بعض الأسئلة عن الهدف الثالث للتأكد من تحقيقه. السؤال الأول يقول: منطقة للرعي تقع جنوب قطر، فيها قرية يعني اسمها طرف الجبل، هي القرعة. السؤال الثاني: بماذا تتميز قرية رودة راشد؟ تتميز بوفرة المياه الجوفية والنبات الطبيعي. السؤال الثالث: ما دلالة قلة أعداد القرى في قطر؟ دلالة ذلك أن هناك هجرة داخلية مستمرة من القرى إلى المدن في قطر، ويوجد تركز للأنشطة والعمالة والخدمات في المدن دون القرى. هنا سؤال التقويم البناء عن الهدف الثالث، يقول السؤال: عدد أهم القرى في دولة قطر، والإجابة تم ذكرها آنفا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وفيه تم دراسة الأنماط المعيشية في دولة قطر، وتعرفنا على سمات أهم المدن في قطر، وأيضا تعرفنا على خصائص أهم القرى في البلاد. وإلى لقاء آخر يتجدد مع موضوع من موضوعات العلوم الاجتماعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.